لأي سبب من الأسباب تريد حذف حسابك المرتبط بأمازون، فيمكنك القيام بذلك بكل سهولة، ولكن يجب أن تعلم بأنك بعد حذف حسابك المرتبط بأمازون فلا يمكنك استعادة بيانات الحساب بعد الحذف المباشر. فإذا أردت حذف حسابك في أمازون فيمكنك اتباع هذه الخطوات. فأول خطوة ستقوم بها هو التوجه إلى هذا الرابط الذي ستجده أسفل الفيديو، ثم ستظهر معك هذه الصفحة. بعد ذلك ستقوم بالنزول إلى الأسفل، ثم هنا يعطيك يعطيك أن هذا الحساب، أن إغلاق الحساب هو إجراء دائم، يعني بمجرد إغلاق الحساب لن يكون متاح لك ولا يمكن استعادته. هنا يعني تقوم باختيار تحديد السبب الرئيسي لإغلاق حساب أمازون، تقوم باختيار يعني السبب، يعني هل لديك حساب آخر أم أريد إنشاء حساب جديد، مشاكل متعلقة بأمان الحساب يعني، ومشاكل تتعلق بالخصوصية، لدي مشاكل مفتوحة مع أمازون، سأختار لا أريد إبداء السبب، ثم أقوم ب يعني تحديد نعم أريد إغلاق حساب أمازون الخاص بي بشكل دائم، أقوم بتفعيلها ثم أضغط على إغلاق حسابي. بعد ذلك تظهر لك يعني هذه الرسالة، يقول لك أننا تلقينا طلب إغلاق الحساب الخاص بك وحذف بياناتك في 11 أكتوبر، وأرسلنا لك إخطارا لتأكيد هذا الطلب، يعني تم إرسال إخطار في الإيميل الخاص بك. سأذهب إلى البريد، يعني البريد الوارد من أمازون، يعني أتتني يعني رسالة يعني يقول لي تلقينا طلبك لإغلاق حسابك في أمازون وحذف بياناتك، سأقوم بطلب إغلاق الحساب. وهنا يمكنك يعني إلغاء طلب الإغلاق، ستضغط هنا. إذا أردت طلب إغلاق الحساب ستضغط على طلب إغلاق الحساب هكذا، ثم تأكيد طلبك لإغلاق حسابك، تم تأكيد طلبك لإغلاق حساب أمازون وحذف بياناتك، سنتواصل معك على حدة إذا كانت هناك أي إجراءات مطلوبة قبل أن نتمكن من إغلاق حسابك. إذا لم تكن هناك إجراءات مطلوبة سيتم معالجة طلبك تلقائيا. يعني هم الآن في طلب أو في يعني قيد المعالجة لهذا الطلب. وهذا، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.